أفادت مصادر ميدانية بمقتل محمد رشيدي خبير المتفجرات بالحرس الثوري في سوريا خلال معارك بمدينة تدمر. ووفقا لوكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، فقد لقي المقدم رشيدي الخبير في وحدة التفجيرات مصرعه خلال مهمة استشارية على طريق تدمر. ونقلت الوكالة أن رشيدي الذي ذهب مرات عديدة لتنفيذ مهام استشارية قتل بانفجار لغم كان مزروعا على الطريق. هذا وينشر الحرس الثوري قواته في عدد من المناطق السورية، ويقوم بتدريب عدد من الجماعات الإرهابية الموالية للنظام الإيراني، إضافة إلى دعمها بالمال والسلاح من أجل تنفيذ أجندة طهران في الداخل السوري.